السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة دي يا ولاد جينا بسؤال بقى بص شيطاني في أسئلة النداء، يعتبر من وجهة نظري أنا يعني من أصعب أنواع الكلمات التي ينطبق عليها درس النداء في علم النحو. يعني هنبص للسؤال هنتلوح، يعني السؤال فعلا هيلوحنا فعلا. تعالى نشوف الأسئلة أو السؤال هنتعامل معاه إزاي. هو بيقول لي لما أجي أنادي كلمة أمي، كلمة الأم مضافة إلى الياء، هناديها إزاي؟ فهو بيقول لي إيه بقى؟ طبعا السؤال ده ممكن يجي لي في أسئلة التعبير، أنا عليا حوالي 6 أو 7 أسئلة تعبير بيقول لي في الامتحان، وعليا 16 سؤال نحو، يعني المجموع كله كده اللي بيبقى قريب من بعضه حوالي مثلا يعني هنقول 24 او 22 سؤال من النوعيات دي بتجينا في الامتحان. بيقول لي جميع ما يلي، جميع ما يلي يصلح نداء لكلمة امي ما عدا يا أمة انت قرة عيني، يا امتي انت قرة عيني، يا أما انت قرة عيني، يا امي أنت قرة عيني. جميع ما يلي يصلح، يعني كل الإجابات دي تصلح نداء لما أجي أنادي كلمة أم مضافة إلى الياء ما عدا واحدة بس. طب أنت اقنعني والنبي إيه اللي دخل في دماغك من دول؟ أنت هتقول يا أمة، في حاجة اسمها يا أمة، في حاجة اسمها يا أمتي، في حاجة اسمها يا أمة، يا أمة، في حاجة اسمها يا أمي، اللي هيجي على بالك طبعا كلمة يا أمي. انت طالب راجل بتفهم هتروح تجري على كلمة امي. كتر خيرك يا محترم، كتر خيرك يا عبقريون افندي. بص يا سي، انا مش بحاول اقلل منك والله، زي ما احنا اتفقنا انا بحاول بس اشجعك. انت عقلك اول ما تشوف سؤال زي ده الوهلة الاولى كده وانت في الامتحان هتتخض، بعد كده هتهدى شوية وتروح تقول ايه، انا هختار كلمة يا امي الاخيرة. هي دي الغلط بقى. شوف بقى، تخيل ان الاجابة الصحيحة اللي في دماغك هي الغلط. قال لك عند نداء كلمة ام مضافة الى الياء لك التالي، لك ان تحذف الياء ثم تعوض عنها بالفتحة فتبقى يا امة بالطريقة دي. يعني الاجابة الاولى صح، خلي بالك والنبي الله يخليك في السؤال ده، الاجابة الاولى صح لان انا عوضت عن الياء بفتحة. قال لك يا إما تحذف الياء وتعوض عنها بتاء وتضع التاء، تاء المكسورة مكان الياء، لكن ما ينفعش أقول يا أمتي، يعني ما ينفعش أقول يا أبتي، يا أبتي دي غلط. ركز في دي بقى، كلمة يا أبتي دي غلط. غلط إزاي يا مصر إذا كان مذكورة في القرآن الكريم؟ يا أبتي لا، مكتوبة كده في القرآن يا ولاد، عشان بس احنا بننطقها يا أبتي، لكن بتتكتب كده يا أبتي كسرة مش يا سلامتك يا حبيبي، فاهم قصدي؟ ما بتتكتبش يا أبتي كده، لأن مفيش حاجة اسمها يا أم يا أمتي كده اهو. طيب لكن في بكسرة، يبقى الإجابة التانية صح. أنا عارف طبعا، أنا عارف إنك بتدعي لي دلوقتي، أنا عارف لأنك ما سمعتش السؤال ده قبل كده أبدا، هربان منك في النداء يا باشا. يلا على الله تدعوا لي بس دعوة حلوة كده. طب رقم جيم، قال لك يجوز أن تحذف الياء، يبقى يبدو أن الياء دي لازم تتشال عند النداء. هي دي المشكلة بقى، يبدو أنها ممكن تتشال. يبقى أنا هقول يا أم ما وحط ألف عوضا على الياء المحذوفة، وطبعا المجاورة بحط الفتحة فوق كلمة أم بسبب مجاورة الفتحة ومجاورة الألف اللي اتحطت في الآخر، يعني يا أم ما أنت قرة عيني، دي صح. طيب حلو قوي، يبقى احنا كده هنحذف الياء، مرة هنعوض عنها بفتحة، ومرة هنعوض عنها بالتاء المكسورة، ومرة هنعوض عنها بالألف، ونضع على الحرف اللي قبل الأخير فتحة، لكن مفيش حاجة عندي في العربي اسمها يا أمي سكون كده، مفيش. اللي جت في دماغك بقى هي اللي غلط، هي اللي غلط. هتقول لي لا في حاجة اسمها يا أمي، عندك حق بس تكتبها كده. بص ركز كده يا ولاد معايا فوق، ايوه هكتبها كده اهو، اهو يا امي يا فتحه، لكن يا امي سكون كده لا غلط. يبقى انا هختار الاجابه رقم د.
هدية معانا قلنا في درس النداء. يا رب أكون بخفف عنكم الصعوبات، ادعوا لي من النبي، ونعمل شير يا أولاد لي الفيديو على أساس الكل يستفيد. حبيبكم حمد الكشف.